اليوم كاين تحضروا معنا اليوم الختامي ديال نموذج الامم المتحده المصغر واللي في النسخه ديالو الثانيه بعد ما كان العام اللي فات اول تجربه على الصعيد الوطني في ثانويه عموميه. كان لنا الشرف الان كان علينا حمل ثقيل انه نحقق نجاح ديال اليوم الثاني يعني النسخه الثانيه، وهذا ما تأتى لنا. ولكن قبل ما نوصلوا لهذا الختام كان هناك برمجة لأعمال داخل الورشات، وهذا هو اللي مهم، يعني المسار اللي كيتعلموا التلميذ. وهذا المسار دام تقريبا ستة أشهر من تكوين منظور ما هي الأمم المتحدة، خلق لجان، ممارسة الديمقراطية، انتخابات، بحث في الموضوع إلى آخره، بحث عن الدعم، اتصال بالصحافة، هذا الشيء كل شيء كيبنيه التلاميذ. التلاميذ هما الأساس وهما يعني لو برودوي بروميي إي لو برودوي فيني، يعني كي هما اللي كيبداو هما اللي كيساليو النموذج، يعني كل شيء بيدهم. حنا كنأطروهم، كنكونوا كنجمعوهم، كنحاولوا نخلقوا منهم الأجمل. كنشكر المؤسسه ديال علا الفاسي اللي خلتنا نعيشوا هذا الجو، هذا لاول مره تلميذ يعيش الجو ديال الامم المتحده اللي هو دبصه. صراحه كان شويه ديال الحياد العاطفه، صراحه عشنا ثلاث ايام اللي شنو نقول لك، ثلاث ايام اللي برهنا بان التلاميذ ديال المدرسه العموميه انهم قادرين يعملوا يعني احسن، قادرين يوصلوا لاعلى مراتب. وكنشكر الاطر اللي ساعدتنا واللي كانت في الرعايه ديالنا وكتقدمنا المساعدات.